السلام عليكم. هذا الحضور ديالي هو انني يعني مساند رسمي كماكيور لي ماكيت لي زارتيست اللي كان هنايا وبيان سور لي موديل اللي كان تحت الاشراف ديال صالون جواد وتم التكريم ديالي كذلك ويعني هدف حد ذاته بالنسبه لي شي حاجه مزيانه في المسيره ديالي. كيفاش كان انت كتماكي الممثله فريده؟ يعني كإنسانة يعني ممثله تركيه يعني بحالها بحال اي مغربيه كان ماكيليها. هما الحاجه اللي ما كيحملوش هو ان ما كيبغوش حاجه شارجي يعني كيبغيو يبقاو على البساطه ما تيبغوش الرموش ما تيبغوش بزاف الحوايج والحمد لله يعني عجبات الحال كانت معها سبونطان يعني كاي زبونه. ما خفتيش تلقى شي منافس اخر؟ شوف واحد القضيه اي ما اي اي ما اي مجال ولا اي ميدان عنده فيه المنافس ولكن كتبقى لا كاليتي وكتبقى اللمسه وكتبقى السميه. جواد غادي نلقاني تكون في الحفل ديال الكوبل؟ لا هو عندي التزامات يعني ديال الكوبل الله يسهل عليهم الله يوفقهم. انا جد فرحت لهم يعني انني قمت بواحد المبادره اللي ولا بزاف الناس يقوموا بها راه في حد ذاتها شي حاجه زوينه الله يسهل عليهم. انا عندي التزامات عندي عرس